السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد إتريبي من مدونة دروس أونلاين عالم الكمبيوتر والإنترنت. هنعرف مع بعض دلوقتي طريقة عمل باسورد لأي ملف أو لأي كتاب بصيغة PDF، وده عن طريق موقع اسمه pdfprotect.net. رابط الموقع هتلاقوه موجود أسفل الفيديو. بعد ما تفتح الموقع تضغط على ماي كمبيوتر عشان نرفع الملف PDF، وبعد كده بنحدد الملف وبعدين بنضغط على اوبن. وفي خانة الباسورد او مربع الباسورد بنكتب الباسورد اللي احنا عايزينه، مثلا 20 30 40، وبعد كده بنقول له بروتكت. بننتظر شوية لحد ما يتم رفع الملف. دلوقتي بيتم عمل باسورد للملف، وبعد كده هنقدر نحمله على جهازنا محمي بالباسورد اللي احنا اخترناه. فننتظر لحد ما يكمل عملية الرفع. عملية الرفع طبعا ما بتستغرقش حاجة. تمام، زي ما انتم شايفين انتهت عملية الرفع. بطلب منك انك تحمل الملف من جديد بعد ما تم عملية الباسورد، بعد ما تعمل له باسورد. فمثلا انا هحطه على سطح المكتب، اقول له سيف، وهنا تم تحميل الكتاب على جهازي. وده الملف الجديد بعد ما تم عمله باسورد keywords book protected، يعني الكتاب محمي. نفتح الكتاب زي ما احنا شايفين طلب مننا باسورد. نكتب هنا الباسورد عشان نتأكد 20 30 40، وبعدين اوكي. زي ما انتم شايفين اتفتح معانا الكتاب. ولو جينا قفلنا فتحنا تاني، كل مرة يطلب مننا الكتاب. وتقدر تغير اسم الكتاب زي ما انت عايز في اي وقت بدون مشاكل، وهيفضل برضو الباسورد موجود زي ما احنا شايفين مع بعض. كده نكون انتهينا من درس النهاردة. اتمنى يكون الدرس مفيد. شكرا، السلام عليكم. ولو حابب تتواصل بالدروس القادمة على مدونة الدروس أونلاين، يمكنك متابعتنا على الفيسبوك www.facebook.com/دروس أونلاين، أو البحث عن كلمة دروس كمبيوتر أونلاين والإعجاب بصفحتنا، والأهم من ذلك هو تفعيل خاصية الحصول على الإشعارات حتى يصلكم إشعارات بالمنشورات اللي احنا بننزلها يوميا على الصفحة. وكذلك يمكنك متابعتنا على تويتر www.twitter.com/دروس أونلاين، أو البحث عن كلمة دروس كمبيوتر أونلاين. وبالأخير لو كان عجبك الفيديو النهاردة ما تنساش تضغط على لايك، وكذلك الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو مع أصحابك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولو كان عندك تعليق تقدر تسيب لنا تعليق بالأسفل، وإن شاء الله هنرد عليك في أقرب وقت ممكن. شكرا.